السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده هنعمل جاتوه السبانخ. ايوه، جاتوه سبانخ عشان حبايبنا الحلوين اللي ما بيحبوش السبانخ. اظن لما حد هيشوفها بالشكل ده عمره ما هيتخيل انها سبانخ. وصفتنا النهارده بتتكون من 4 خطوات. الخطوه الاولى، عندنا ربع فرخه مفرومه، صدر يعني مفروم، بصله مفرومه، بيضه، معلقتين بقسماط، ملح وفلفل. هنضربهم كلهم في الكبة. احنا عندنا الفراخ مفرومة، لكن علشان المكونات تتداخل مع بعضها بس تمسك كلها في بعضها. بيضة، ملح وفلفل، ومعلقتين بقسماط علشان يمسك المكونات مع بعض. عندنا مادة الربط هنا هي البقسماط والبيض. هضربهم. هجيب الصينية اللي هعمل فيها اكون دهنيها زيت وافضي فيها الخليط، افرده كده من فوق واركنه على جنب. كده الخطوة الاولى خلصت. الخطوة التانية، عندنا سبانخ طازة او مجمدة، انا كان عندي مجمدة، بصلاية، فص ثوم مفروم، ملح وفلفل، وصفار بيضتين. دول صفار بيضتين. على الطاسة بقى على النار شوية زيت، احط البصلة اشوحها شوية، وبعدين فص الثوم ياخد بس ريحة، وبعدين السبانخ. اقلبهم كويس مع بعض لحد بس ما المية اللي فيها تروح، مش عايزة فيها مية، هنشف ميتها وهسيبها تبرد شوية، وبعدين احط صفار البيض. محطش صفار البيض قبل ما تبرد، وإلا البيض هيتقلي فيها. هحطهم برضو في الكبة واضربهم كويس جدا، عايزاهم ينعموا يعني على قد ما نقدر شوية، وارجع احطهم على الطبقة الاولانية. طبعا حاجة سهلة وبسيطة جدا، مش تاخد معانا اي وقت. الخطوة الثالثة، عندنا جبنة شيدر مبشورة، جبنة مثلثات، جبنة قريش، وبياض بيضتين. طبعا حتى كلها فوائد، يعني مش بس السبانخ، لا، فراخ وجبنة وبيض، كلها فوائد. احط كل المكونات في الكبة او بالهاند بلندر واضربهم برضو مع بعض علشان ينعموا شوية. واحطهم برضو على الوش. كده يبقى عندنا 3 طبقات، طبقة الفراخ، طبقة السبانخ، وطبقة الجبنة. هحطها الفرن على درجة حرارة 180، هتاخد تقريبا 10 دقايق، ربع ساعة، مش هتطول عن كده يعني. أنا مش عايزاها تغمق، عايزاها بس تمسك في بعضها، تنشف وتستوي الفراخ اللي تحت. هنقطعها مربعات بقى، مثلثات. الخطوة الرابعة، هجيب 2 بقسماط وبرضو في الكبة، وأحط عليهم جزراية مبشورة وأضربهم. طبعا الجزر فيه نسبة مية، هيدخل مع البقسماط، هينديلي البقسماط، هيعملهولي زي الرملة المبلولة. نفس الحكاية هعملها مع 2 بقسماط و3 زيتونات، 4 زيتونات سود، هيعملهولي لون بني أو أسود على حسب لون الزيتون. نفس الحكاية أنا عاملاها مع البنجر، 2 بنجر مستويين، وكمان شوية بقدونس. أصبح عندي 4 ألوان للتزيين، وقطعة جبنة، اي جبنة اقدر اشكلها. انا اللي عندي دي كانت جبنة قريش. الاولاني ده اللي بالجزر، بعديه بقدونس، بعديه بنجر، بعديه زيتون. هعمل كور صغيرة من الجبنة واحطها في اول طبق. هعمل شوية كور على حسب بقى الكمية اللي انا عايزاها، وعلى حسب التقطيع اللي انا عملته. انا هنا عملت 4 ألوان، نقدر نعمل لون واحد، نقدر نعمل لونين، براحتك، ابدعي بقى وفنني. وهنحط على الوش من فوق على كل قطعة مجموعة من الألوان. ودي كانت وصفتنا النهاردة. يا رب تكون الوصفة عجبتكم. ما تنسنيش بالاشتراك في القناة، لايك وشير، واكتبولي اي تعليق او اي استفسار عايزين تسألوه عن الوصفة. وبألف هنا وشفا.